من رفح ينضم إلينا المتحدث باسم الهيئة العامة للمعابر والحدود العقيد هشام عدوان. صباح الخير، أهلا وسهلا بك معنا. كيف يبدو الوضع الآن على معبر رفح؟ صباح الخير للجميع. بسم الله الرحمن الرحيم. يعني تقدمت آليات الاحتلال الإسرائيلي والدبابات باتجاه معبر رفح البري والمنطقة المتاخمة له، وبالتالي يعني تواجد هذه الآليات داخل معبر رفح وسيطرتها على هذا المعبر يعني أنه لن يكون هناك دخول للمساعدات الإنسانية إلى القطاع، وأيضا سفر للمواطنين الفلسطينيين الذين يعني يتم سفرهم يوميا بشكل مستمر من هذا المعبر. يعني هذه السيطرة وهذا التواجد أيضا يمنع تواجد طواقم الهيئة العامة للمعابر والحدود داخل هذه المعابر لأداء عملهم بشكل اعتيادي، حيث الخطورة العالية والكبيرة جدا نتيجة استهداف أي مدخل في هذه المنطقة التي يعني يسيطر عليه الاحتلال الإسرائيلي. نعم. طيب سيد يعني هشام، الوضع كيف يبدو في رفح بشكل عام؟ حضرتك تتحدث إلينا من رفح، كيف يبدو التواجد الإسرائيلي، تواجد الاحتلال الإسرائيلي في المنطقة؟ يعني التواجد الإسرائيلي والقصف المستمر الذي يعني بشكله يعني أحزم النارية هو في المناطق الشرقية لمدينة رفح، وبالتالي هذه المناطق هي يقع ضمن إطارها معابر قطاع غزة، سواء معبر رفح البري أو معبر كرم أبو سالم. هناك استهدافات مستمرة من قبل الطيران الإسرائيلي للعديد من مباني السكان، أي للأراضي الفارغة، للأراضي الزراعية، وبالتالي هذه هجمة ممنهجة وهمجية ضد السكان الفلسطينيين، سواء في مدينة رفح كمدينة كبيرة أو في المنطقة الشرقية التي يتواجد فيها معبر رفح البري. نعم. هل تم تحذيركم قبل الدخول والسيطرة على معبر رفح؟ وهل تم الحديث معكم عن مدة زمنية يعني معينة لوقف أو لإيقاف هذا المعبر عن خروج أو دخول أي شيء منه؟ يعني من أي جهة؟ من الجهة التي تنسق معنا؟ يعني الاحتلال الإسرائيلي لا يوجد أي تواصل بيننا وبين الاحتلال الإسرائيلي. نعم. والجيش الإسرائيلي يعني أثناء أدائه عملياته يعني يعمل بشكل مفاجئ، بشكل يعني زخم ناري كبير، وبالتالي هو قام بقصف هذه المنطقة بأحزمة نارية كبيرة جدا، وأيضا قصف الكثير من مباني السكان، وبالتالي يعني لا يوجد أي تنسيق معنا في هذا. نعم. الشأن. نعم. الاحتلال الإسرائيلي يمارس همجيته بشكل مستمر. نعم. هل كان هناك أي من يعني المغادرين من قطاع غزة موجودين على معبر رفح في فترة دخول وهذا الدخول الدبابات الإسرائيلية على معبر رفح؟ وهل هناك كانت أي شاحنات مساعدات عالقة في المعبر؟ يعني منذ يوم أول أمس يعني تم إغلاق معبر كرم أبو سالم، ولم يتم دخول أي من شاحنات المساعدات إلى القطاع. أما فيما يخص المسافرين فمنذ يوم أمس كان يعمل معبر رفح البري بشكل اعتيادي، وغادر تقريبا 1200 من الفئات المسافرين إلى المعبر المصري، وبالتالي في ساعات المساء قام الاحتلال الإسرائيلي بالدخول إلى هذه المنطقة المتاخمة لمعبر رفح البري وتم السيطرة عليها. وبالتالي يعني نحن نعرف أن دخول الجيش الإسرائيلي لمنطقة معينة سيتم من خلاله استهداف أي شيء، وبالتالي نحن كهيئة عامة للمعابر والحدود ليس لنا أي تواجد في هذه المنطقة حاليا لخطورة المنطقة على حياة العاملين أيضا المسافرين في هذه المنطقة. شكرا جزيلا لك من رفح، كان معنا المتحدث باسم الهيئة العامة للمعابر والحدود العقيد هشام عدوان.